بسم الله الرحمن الرحيم. في عندي حاجة في ريفت اسمها فيزابيلتي اند جرافيكس، دي ممكن اشغلها من فيو فيزابيلتي اند جرافيكس او اكتف في جي. ده بيعمل لي ايه؟ ده بيتحكم في ايه اللي يظهر معايا في اللوحة. زي ما حضراتكم عارفين ان ريفت ممكن اشتغل بيه على الكهرباء والميكانيكا والفاير في نفس اللوحة، فممكن انا عايز مثلا اعمل كوردينيشن اروح معلم هنا على الكهرباء تظهر معايا، عايز الاير تيرمينال دي تختفي هشيل العلامة من هنا و اوكي، الاقي الاير تيرمينال اختفت تمام. اظهرها دلوقتي انوتيشن اند انوتيشن، ده بيقول لي الكلام اللي انت عايز يظهر هنا ايه تمام. فاقول انا عايز الاير تيرمينال تاكس تظهر معايا وادوس اوكي، انا فعلا ظهرت معايا وكل واحدة اير تيرمينال ظهر هي مقاسها كام ورقمها كام.